بسم الله الرحمن الرحيم. هحاول اعمل شرح سريع للتاسك دي اللي هيبقى اصلا لينك فريزز تو كفيديو. تاسك موجودة على لايت ب 15 سنت على نيو بوكس، بتاعني كنت تكون ب 12 او 13 سنت. التاسك ببساطة عايزة بيكون عندي كويري شورت تكست، الناس يعني هو مجموعة عبارة عن تكست حد بيكتبه في متصفح زي how old is Matt Damon كده مثلا، وبيقسمهولي هو هنا لفريزس. بيقسم لي الكويري بتاع ده لشوية جمل، وبيجيب لي الفريز ده وبيجيب لي شوية ويكيبيديا بيجز تحت زي كده. بيجيب لي الكويري زي why did people from Asia go to North America، وبيقسم لي بياخد لي منها شوية فريزس وبيجيب لي شوية جوه الويكيبيديا ويقول لك، وبيقول هل صفحة الويكيبيديا دي بتشير لبيبل في السياق بتاع الكويري ده. تمام، حاول اشرح تاني، انا مش شرح مش قد كده، بس ادينا بنحاول مع بعض. هو هنا عندي ده الكويري بتاعي، ومقسمهولي بشوية فريزز. كيلي بيتشوب ديرتي دانسينج، ومقسمهولي هنا كيلي بيتشوب تحت. تمام، وجاب لي ديرتي وجاب لي شوية روابط من ويكيبيديا. أول سؤال عندي what does كيلي possibly refer to in the context كيلي بيتشوب ديرتي دانسينج. هتلاقي يعني حاجة زي كده، لما يكون عندك حاجة زي الأسماء كده دي غالبا معظم الوقت لو اسم لوحده فيرست نيم أو سكند نيم كده بنختار نان أوف ذا أبف. تمام، كيلي بيتشوب دي الممثلة اللي هو عايزها. لو في عندي مشكلة أو أنا مش عارف إيه الفريز دي ممكن يكون معناها إيه، بعمل سيرش عنها. تمام، هلاقي إن هي كيلي بيتشوب دي ممثلة أمريكية فعلا. تمام، بيتشوب ده اللي هو السكند نيم بتاعها، قلنا زي ما قلنا الأسماء كلها هتبقى نون. ديرتي كلمة عامة مش ممكن دي تمشي معاها، ديرت and clear matter لا ما اعتقدش. يعني في كلمات كده صعب يكون لها صفحة في ويكيبيديا، يعني دي في الإنجليزي هي adjective صفة، مش هيكون فيها مثلا مش هيكون ليها لينك في ويكيبيديا، فدي هتبقى نون برضو. ديرتي دانسينج تمام، هو ديرتي دانسينج ديرتي دانسينج ممكن تكون لو قلنا بحثنا فوق هنا هل في فيلم ديرتي دانسينج، يعني فعلا الممثلة دي مثلت فيلم اسمه ديرتي دانسينج، فديرتي دانسينج ده هو فيلم، ديرتي دانسينج ده فيلم. تمام، يبقى دي صح، الجملة دي بتشير لينك ويكيبيديا ده، ماهوش تي في سيريز وماهوش سونج وماهوش ألبوم وماهوش في فيلم كمان 2017، بس الفيلم اللي جالنا في ويكيبيديا هنا اللي جالنا في جوجل فيلم 87 مش 2017، فهو هيكون الفيلم، فالفيلم الصحيح هنا هو يكون الفيلم دوت Dirty Dancing 1987 American Romantic Drama Film. الفيلم ده جديد، ما كانش فيه ممثلة اللي هي كيلي بيتشوب ده. Dancing Art from involving movement of the body، دي واضحة. لو أنا موضوع مختلط عليا أو مش عارف بفتح اللينك واشوف واتاكد ان الجمله دي بتشير للينك ويكيبيديا ده ولا لا. تمام، why is cadence being so annoying، انا مش عارف يعني ايه cadence دي، يعني ايه بصراحه فاحنا مش عارفين نقوم باحثين في جوجل. what's annoying your people، انا مش عارف والله، كلمة عامة أوي مش عارف معناها ايه. تمام، annoyance
annoying or annoyance or irritating behavior دي قريبة منها annoying مزعج annoyance إزعاج فدي annoying هتشيل annoying في سياق الجملة دي هتشيل annoyance هنا تمام روبوت ما يكون بقى عندي كلمة ده دي كلمة هي روبوت بس فروبوت دي تقبل كل الاحتمالات دي أي حاجة فيها روبوت أنا اختارها روبوت سيريس روبوت ده كوميك روبوت ده دكتور روبوت ده ميكانيكال أو فيرتشوال ايجنت تمام بيقبل كل المعاني مش لأن محددش هو بيشيل ايه بروبوت هنا تمام what was princess Leia's last name تلاقي برنسس هنا برنسس تايتل اوف نوبلتي دي بتشير برنسس في سياق الجملة اللي فوق دي هتشير اللينك ويكيبيديا ده برنسس اميرة برنسس ليا برنسس ليا كاركتر ان ستار وور ممكن نبحث عنها عادي بس هي برنسس ليا دي انا ما اعرفش يعني هي برنسس ليا في سياق الجملة اللي فوق دي انا عايز اي برنسس ليا دي برنسس ليا اللي بيشيل لها الجملة دي اللي بتشيل لها كلمة برنسس ليا في الكويري اللي فوق ده تمام جملة برنسس ليا في الكويري ده بتشيل اللينك ده ممكن تشيل اللينك ده وانا بقول لك possibly refer to يعني احتمال تشيل الحاجة دي تمام ليا برنسس ليا هقول لا ليا ده اسم هنلاقي عندي كلمة زي لياس دي احنا عارفين ان هي فوق قصده برنسس ليا بس ليا دي انا لو بحثت بيها مش هجيب لي برنسس ليا او يعني مش اكيد بتشير للبرنسس ليا دي هختار منه زي باب برنسس ليا تشير لبرنسس ليا انما لياس ده مجرد اسم مش هيشير لبرنسس ليا او مش هيعني برنسس ليا last name هو نفس معنى السير نيم اللي هو السكند نيم او الاسم الاخير الانجليزي خليها تبقى صح مش محتاجة بحث going to school grumpy cat going to school نبحث عنها مش فاهمها بصراحة grumpy cat goes to school many times بنحاول نفهم بس هو يقصد ايه بالجملة دي هنلاقي ان going to school ده يفتح اللينك creative name perfect trust the kids ما اعتقدش انها بالشكل دي ده هي مجرد كوميك او كوميك بوك مش دي going to school creative name perfect trust create design drive toys ممكن تقدر انها تكون شغل تشيل عليها تشيل دينيز كده نختارها نقول يس كرامبي ستاتوم اوف انفلميشن أشوف في علاقة بين جرامبي ما أعتقدش هقول لهم سأبقى جرامبي كات هي كات عند الانترنت ميمز أيوة هي الميمز اللي شفناها دي في اللينك ده وبنسبة كبيرة دي أعتقد إن هي شيس اوكي نعمل سبميت تمام مفيش كوريكشن نعمل تاسك تانية what is the symptoms of kidney disease اوكي سيمتومز دي بقى شكرا من الوال كونديشن سيمتومز تمام كدني هيبقى هو كدني ده internal organ in most animals including تمام
هو الضاد والموجود في جسم كل الحيوانات، يعني هو الإنسان، كلمة ديزيز، أمراض الكلى. تمام، كلمة ديزيز، ديزيز موجود في أي urinary system disease that's located in the kidney. Disease abnormal condition affecting organisms. تمام. Now I can search though for images of vegetation out. قول أي حاجة فيها سيرش ذا ويب دي هناخد تختار فيها نوع. تمام، هو الناس لو قرأت الانستراكشن فوق هنلاقي حاجة زي كده. images هنا هنلاقي ممكن اللي ينفع عليها ايه، هنلاقي مفيش حاجة. دي حالة مش جايب image هنا، ماهيش ألبوم وماهيش digital image. ممكن تنفع دي، digital image دي صح، digital image دي صحيحة. vegetation abnormal growth in medicine. Well, vegetation total of planet formation dynamic analysis. عشان نبحث عن الكبير اللي هو مدوري ده، لأني مش فاهم معنى vegetation. صراحة أنا حاسس إن هي مش عارف هي صح ولا غلط. بلانت نقول الفيجيتيشن دي شاكك فيها. التاسك شوية بتحتاج إن الواحد يكون عنده إنجليزي كويس وفاهم شوية مفاهيم، بس مش دايما يعني. ده إن شاء الله مش هيكون من ضمن التست كويستشن. Well, I states upset. دي واضح كده إن الكويري ده أصلا مفهوش كلمات ذات معنى أو كلمات ممكن ألاقيها لينك في ويكيبيديا. Well, I states upset، ونبحث برضه. مأعتقدش حتى إنه نكل ويل ستيتس، لا طلع شخص. تمام، American Global، لا مش ده. ستيتس برضو مش في سياق الجملة بتاعتنا هنا، مش statistics، مش state protein، مش أي حاجة من الحاجات دي. من سيرش ذا ويب فور اشاتل اوكلاند كاليفورنيا، وان اي حاجه فيها سيرش تبقى نون. تمام، لو خلي الفيرز دي من الكوير بتاعي تبقى نون دايما. شاتل، سيرش فور شاتلز اوكلاند كاليفورنيا شاتل تول ديزاين. تمام، هي تبقى صح. نيويورك سيتي سابوي سيرفيس. هتقبل المعنيين هنا، هو شاطر صبواي قطرات وشاطر اللي هو الشاطر. بس نبحث كده في الويب تلاقي شاطر اسمه شاطر وزارة. طب احنا نقول ممكن نقول لبنان، حاسس ان دي اصح، دي اصح. اوكلاند دي ولاية في امريكا او مدينة في امريكا. تاون، وانا اقول لك كاليفورنيا، في عندي جالي اوكلاند كتير، فانا اختار اللي بيشير لها في الجملة هنا، اقول اوكلاند كاليفورنيا، انا اختار بتاع كاليفورنيا. تمام، مش اوكلاند في اي ولايه او اي مكان من دول، اصح واحده او الصح عندي هنا اوكلاند كاليفورنيا. اوكلاند كاليفورنيا ليها معنى واحد.
تمبل، هو مش مديني تمبل في الجملة بتاعتي أصلا، فصعب إن هو مستحيل يكون بالشير لتمبل. كاليفورنيا دي ستيت في أمريكا، كاليفورنيا ستيت أو زي وايت ستيت. تمام. What is the score of Michigan versus Ohio game؟ ميتشيغان دي برضه ستيت في أمريكا، ولاية في أمريكا، وأوهايو ولاية برضه ستيت. وأنا أعمل سبمنت. تمام. وإن شاء الله معاكم في الكومنتات لو في أسئلة، يعني إن شاء الله الأسئلة صعبة اللي هتقابلك أو اللي مش هيكون ليها معنى مش هتكون ضمن أسئلة الكويز.